المتعاقدون، هذا الموضوع ديال المتعاقدون انا بعدا تكلمت عليه داخل هذا النقاش جوج مرات ولا ثلاثه، قلنا بان الوزير المعني بالقطاع يشتغل على هذا الملف، وانتم راكم تبعين تبارك الله عليكم اليوتيوب انه كاين لقاءات وكاين تشارك وكاين عمل على هذا الموضوع هذا، وقلتها في يعني في مناسبه سابقه، سيكون هناك جديد في هذا الملف، سيكون هناك جديد في هذا الملف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.